صباح القشطه يا يوسف. وحياه ابوك ياسين، كنت عايزك في حوار كده، ممكن تعدي عليا قبل ما تطلع على الشغل؟ اه من عينيا الاثنين، بس بقولك ما تخليها اخر النهارده عشان مستعجل قوي دلوقتي. هم 5 دقايق بالعدد، مش هاخرك. سلام. صباح الخير يا عم حسن. البلد ما عادتش يا مان. ايه اللي حصل؟ الداخلية قلبة الدنيا. خير؟ ما سمعتش على الظابط اللي اختفى؟ لا. ما راحش القسم بقاله كام يوم ولا اعتذر، فتشوا شقته، لا لقيوه ولا لقيوا الطبانجة بتاعته. بس الجيران بيقول لك ايه؟ ان هم سمعوا صوت في شقته قبل الفجرية بشوية. تعرفه يا استاذ يوسف؟ اه انا هعرفه منين يا عم حسن؟ هعرفه منين ده؟ ياسين بيقول لي انك من فيصل، قلت يمكن. انت عارف فيصل دي ساكن فيها كام واحد؟ ده اللي ساكنين فيها اكتر من المصريين نفسهم. ايوه، صوره المرحوم ملعلعه في الجرايد والدنيا مقلوبه. قلت يعني لو كنت ناسي افكرك الليله تكون مطلقها. طب ما بلاش السكه دي معايا عشان مش هتمشي. نعم يا اسمع، في هيثم في طلاق، مفيش هيثم مفيش طلاق. احنا قلنا قفلنا على الموضوع ده من زمان. ده على اساس ان انت كلمتك سيف. عاوز ايه؟ اتفق يعني هتطلق؟ لو الكلام عجبني. ماشي يا ابن فارك. ماشي يا ابن الدهول. حاجه يا استاذ يوسف؟ مفيش. يا نهار اسود يوسف، لازم تطلع الاغنيه دي. ها قبل ابن الكف ده يبلغ عنك. اهدى، ولازم تختفي من هنا خالص. اهدى بقول لك، اهدى خلاص. قلت لك هي مش فارقه معايا الغرفه 60 داهيه، انا عايز هيثم. طب ايه يا يوسف؟ هي اسود ابو زيد؟ بقول لك بتربصها دماغها. طب خلاص سيب لي الموضوع ده، انا هتصرف فيه. انا كنت عايزك في حاجه تانية خالص. تعرف يعني الجدع اللي اسمه ضاحي؟ ضاحي؟ ايه ضاحي ده؟ ضاحي اللي كان هنا في البنسيون. ضاحي؟ اه انت عارف ضاحي ده منين؟ عرفته وخلاص. يعني ما اعرفش حاجات كتير، اسمع يعني انه كان دايما قاعد في اوضته قافل على نفسه، ملوش صحاب، ناس تقول لك هربان، ناس تقول لك قتل قتله، يعني كده. قتل قتله؟ يعني تفتكر ممكن يكون بيقتل لحساب حد؟ جايز، يعني بيتقال عنه انه ممكن. انت شغل بالك بيه ليه؟ يعني ما يقتل ولا ينيل؟ انت في ايه ولا في ايه يا يوسف؟ تمام. طب عايز منك خدمه بقى. امورني يا سيدي. عايز اطلع عند عيش اختي في ابو ظبي، محتاج تاشيره. لا تاشيره ايه يا يوسف؟ الموضوع مش سهل. ما تصعبهاش عليا انت كمان يا ياسين. مش قصدي والله صعب على حاجه، بس ما تاخذنيش يعني يا صاحبي، انت لسه خارج من السجن. تقريبا التاشيره هتترفض. طب اضربها لي. اضربها لك؟ اه اضربها لي. سيبك من جو القانون بتاعك ده بقى، اكيد ليك سكه. ايوه يا يوسف، بص يعني ما بسش. ها بص، هو انا مش مزور، بس يعني اكيد هكلفك كتير قوي. كام يعني؟ مش اقل من 80,000 جنيه. يا نهار اسود. لا ما انت فاكر ايه؟ هنزور ورق وهنزور اختام وهنرش رشه حلوه، يعني الموضوع مش سهل. بس انا عندي حد يخلصها. طب انا هطلب منك حاجه زيها كده، بس اكيد هتبقى ارخص. عايزك تضرب لي بطاقه. بطاقة؟ اه باسم ضاحي، ضاحي عبد الله الإناني.